تعالوا بنا لنرى مشهد من مشاهد يوم القيامة. عن زازان قال: سمعت كعب الأحبار يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، الناس على أرض ملساء ليس عليها بناء كما قال ابن عباس، ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بجهنم، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تكون على قدر 100 عام من الخلائق بين النار وبين الناس 100 عام، ومع ذلك يتأثر الناس بها، فتزفر الزفرة الأولى تتنفس فتطير لها أفئدة الخلائق، ثم تزفر الزفرة الثانية فتبلغ القلوب الحناجر، ثم تزفر الزفرة الثالثة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجس على ركبتيه. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يجسون على الركب من هول هذا اليوم ومن شدة ما يلاقوه، فما بالك بنا نحن البشر. فيأتي الناس مسرعين إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون له: يا إبراهيم، أنت خليل الله، اشفع لنا عند الله. فيقول: يا رب، نفسي نفسي. ثم يؤتى بعد ذلك بموسى فيقولون له: يا موسى، أنت كليم الله، اشفع لنا عند الله. فيقول: يا رب، نفسي نفسي. ثم يأتي الناس إلى عيسى عليه السلام فيقولون له: يا عيسى، أنت روح الله، اشفع لنا عند الله. فيقول عيسى عليه السلام: يا ربي، لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني، ولكني أسألك نفسي نفسي. ثم يأتي الناس إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا محمد، اشفع لنا عند الله. فيخر تحت العرش ساجدا فيقول: يا ربي، لا أسألك اليوم نفسي، ولكني أسألك اليوم أمتي أمتي. فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. ثم يؤمر بالمصرين من أهل الكبائر أن يؤخذون إلى النار، فيؤخذون إلى النار غير مسلسلين بالسلاسل ولا الأغلال. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تسلسل بالسلاسل والأغلال، لا يقال لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. فأمة محمد الأمة الوحيدة التي لا تغلغل بالسلاسل ولا الأغلال، لأنها تؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيراهم مالك خازن النار، فيقول لهم: معاشر الأشقياء، من أنتم؟ فوربي ما رأيت وجوها مثلكم، ما رأى هذه الوجوه ولم يرى أناس يدخلون النار غير مسلسلين بالسلاسل ولا الأغلال. فيقولون: يا مالك، ومالك هذا هو خازن النار، يا مالك، نحن أمة القرآن، نحن أمة القرآن. فيقول لهم مالك: معاشر الأشقياء، أوليس القرآن أنزل فيكم؟ ألم يأمركم القرآن بترك الربا والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وترك الغيبة والنميمة وترك الفحش من القول؟ ألم يأمركم القرآن بالنهي عن الفحشاء والمنكر؟ فينادى مالك بتهديد وانتهار من قبل العزيز الغفار. ينادي الله مالك، يقول له: يا مالك، من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء من أمة محمد؟ الله يدافع عنك، الله يدافع عنك. يقول لمالك: يا مالك، من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء من أمة محمد؟ يا مالك، قل للنار لا تحرق جباههم، فقد كانوا يسجدون لي بها في دار الدنيا. يا مالك، قل للنار لا تحرق أجنابهم، فقد كانوا يطوفون بها ببيتي الحرام. ثم يأمر الله عز وجل أن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله،
فيخرجون من النار سودا قد امتحشوا من العذاب، فيلقون أمام نهر يسمى نهر الحياة أمام الجنة، فيرجعون أنظر ما كانوا، أحلى ما كانوا، أجمل ما كانوا، مكتوب على جباههم هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من النار، فيقولون يا رب ألم تدخلنا الجنة؟ يا رب امحو عنا هذه السمة حتى لا نعرف أننا دخلنا النار، فيمحو الله عز وجل عنهم هذه السمة فلا يعرفون بعدها أبدا. كانت هذه الموعظة في هذا الشهر العظيم حتى نرجع إلى الله عز وجل ونتوب إليه في هذه الأيام. إن الله عز وجل يحب التوابين، الله يحب التوابين، يحب من أقبل عليه. إن لربكم أيام نفحات، ألا فتعرضوا لها؟ نتعرض لهذه النفحة، فرب هذه النفحة تصيبنا في هذه الأيام فلا يشقى لنا جليس. أيها الأحباب، هذه الأيام أحب الأيام إلى الله، فمتى تتوب إن لم تتب في هذه الأيام؟ متى تقبل على الله إن لم تقبل في هذه الأيام؟ أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما يحب ربنا ويرضى، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.